طيب عشان سعد يستعدون يلا رساله من هنا وانت بطبخ رساله فيها شموخ واعتزاز بنفسك وبجمهورك توعدهم بالعشرين يوم هذا خليها ايش اسمه جو يقرب هذا هي هنا عندك نقول لهم ما قصرت وقفت ورا سعد تعبت علشان سعد سعد تعب علشان راح الكثير وما بقى الا قليل باذن الله ان شاء الله اني لا اذخر من دونكم شيء جهد انه يستهدف ولا اذخر اني اسوي شيء يرضي انت يا سعد والله اني ابذل المجهود وبقال الله ها وانت قدها والله يا سعد بيضل وجهك خله يزوم على عيشتنا ولا لا بيزوم هنا ساير بيزوم ها زاير شو بيسوي تكلم ساير شوف شو مطبخنا نسوي مطبخ عيشتنا لا في منها حط عليها جهزه تحسبني جرجير انا ونعناع سعد كنا بالعزبه على اللبس الاخضر ذا كان جرجير ليش؟ كان جرجير الله العظيم طيب طيب اسمع لبي انا ايش فيني؟ عطنا بكره طبخ الطبخه اللي بكره؟ ايوه خلي بكره لا الحين هم يقولون نبغى طبخه مين اللي يقولون كل من قال